من أرضنا تعمل لن نموت ولكننا سنقتلع الحمى من أرضنا هناك هناك بعيد البعيد سيحملني رفيق الجنون سيلقون بي في ظلام الرهيب سيلقون بي في جحيم القيود لن نموت ولكننا نقتلع الحمى من أرضنا نحن نرجو ولكننا نقتلع الحمى من أرضنا لقد فتشوا مرمدي يا رفيق فما وجدوا غير بعض الكتب لقد فتشوا مرمدي يا رفيق فما وجدوا غير بعض الكتب وأكوام عزم نمو إخوتي يئنون ما بين أم وأب وأكوام عزم نمو إخوتي يئنون ما بين أم وأب لقد أيقظوهم بركباتهم لقد أشعلوا في العيون الغضب نعم لن نموت 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 للمعتقل أنا الآن بين جنود الطغاة أنا الآن أسحب للمعتقل وما زال وجه أبي ماسئا أمامي يسلحني بالأمل وما زال وجه أبي ماسئا أمامي يسلحني بالأمل وأمي تئن أنينا طويل ومن حولها إخوتي يصرخون ومن حولهم بعض جيراننا وكل له ولد في السجون ومن حولهم بعض جيراننا وكل له ولد في السجون ولكنني رفضت الجنود رفعت يدا أسألتها القيود ولكنني رغم بطش الجنود رفعت يدا أسألتها القيود وسحت بهم أنني رائد بجيش الرفاق بجيش الرعود بجيش الرفاق بجيش الرعود بجيش الرفاق بجيش الرعود نعم لن نموت لكننا نقتلع الحمى من أرضنا نعم لن نموت لكننا نقتلع الحمى من أرضنا أنا الآن بين جنود الطغاة أنا الآن أسحب للمعتقل وما زال وجه أبي أمامي يسلحني بالأمل وأمي تئن أنينا طويل ومن حولها إخوتي يصرخون ومن حولهم بعض جيراننا وكل له ولد في السجون ولكنني رغم بطش الجنود رفعت يدا أثقلتها القيود وسحت بهم أنني عائد بجيش الرفاق بجيش الرعود بجيش الرفاق بجيش الرعود I'm
قافلا في طريق أرى قائد الثورة المنتصر يلوح لي بيد من حديد وأخرى تطاير منها الشرر يلوح لي بيد من حديد وأخرى تطاير منها الشرر أنا الآن بين مئات الرقاب أضيف لقبضاتهم قبضتي أنا الآن بين مئات الرقاب أضيف لقبضاتهم قبضتي أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم زنزانتي أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم زنزانتي نعم سوف نحيا ولو أكل الخير من طعامنا نعم نموت نعم سوف نحيا ولو أكل الخير من طعامنا نعم نموت نعم سوف نحيا ولو أكل الخير من طعامنا ولو ما اتخذنا صياد الصغار ولو أشعرنا في جسمنا ولو ما اتخذنا صياد الصغار ولو أشعرنا في جسمنا نعم لن نموت نعم سوف نحيا ولو أكل الخير من عظمنا